وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد. دكتورة السيدة أهلا بيكي. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيكي. اللي أنا بسمعه ده والله يا دكتورة يعني يخلي الناس تقول الموت أفضل. ليه مولود يجي يستقبل حياة جديدة ويستقبل حياة جديدة ليه؟ طالما إن أنا عندي ناس يعني حتى تمتهن البشر بهذا الشكل ولا تتعامل مع الولادة. ده حتى الناس لما كانت بتولد زمان كل الأهالي يجروا كده، اللي عايز يساعد بأي حاجة بيساعد، لكن وصلنا إلى 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 هذا التدني إنه عملية الولادة تتحول إلى عملية موت بطيء بهذا الشكل. إيه اللي وصلنا لكده اللي أنا قاعد بسمعه ده يا دكتور؟ والله يا وائل بيه، يعني خلينا اقول ان الموضوع ده يمكن يكون فيه جزء كبير من الحقيقه، ودي ترجع لان انا بالفعل هو زي ما قال لك دكتور النساء الوحيد، والدكتور النساء الوحيد اللي هو بيتكلم عليه ده نايب نساء وليس استشاري ولا اخصائي ولا حتى مساعد اخصائي. فمن طبيعه الحال لما بيبقى فيه نايب لوحده ما بيقدرش يعمل قيصريه. الوحيد واحده الوحيد يا فندم في مستشفى عام، هي المستشفى الوحيده ايضا. لا 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 يا فندم، ده مستشفى في الفرافره، والفرافره على بعد 550 كيلو من العاصمه في الخارجه. خليني 550 كيلو دي مسافه قليله، 550 كيلو من العاصمه من الخارجه و300 من مستشفى الداخله. خدت بال حضرتك ازاي؟ لو جينا ندور على عدد الدكاتره اللي فيها هنلاقي في كل تخصص تقريبا دكتور او اثنين بالعافيه. بالنسبه للنساء بالذات الوزاره من وقت للتاني تبعت لنا استشاري واخصائي بيجي بيعمل كل حاجه، ما بنسمعش صوت لاي حد والدنيا بتبقى ماشيه زي الفل ومفيش اي مشاكل. بس مش دايما بنلاقي ده. يعني انا هقول لك على ابسط مثل، احنا لما حبينا نتعاقد مع دكاتره علشان نجيب دكاتره اللي هم بعد سن ال 60 علشان يأدوا الخدمه في الاماكن الصعبه اللي ما حدش بيرضى يجيها من الدكاتره دي، طلع لنا القانون 18 بالماده اللائحه التنفيذيه بتاعته الماده 50 اللي بتمنعني ان انا اتعاقد مع دكتور بعد سن ال 60. فبالتالي حتى الدكاتره اللي انا كنت متعاقد معاهم مشيتهم عشان ما خالفش القانون. واعتقد ان احنا بعتنا كل اعضاء مجلس الشعب في الوادي راحوا اتكلموا مع في الموضوع ده مع رئيس الوزراء. فدي من ضمن الحاجات اللي خليني اقول لك انا بتكلم النهارده في بقعه جوه الوادي على بعد من 550 ل 600 كيلو. خدت بال حضرتك مستشفى مركزي بتشتغل مركزي به، يعني مش هقول لك لعام ولا مركزي الف، لا مركزي به. الامكانيات بتاعتها اللي هي يعني ايه، مش هقول انها عاليه، لا متواضعه. عدد الدكاتره ما فيش، لما بقول النهارده معظم اللي فيها هتلاقيهم منتدبين من الاهليه وكفر الشيخ. الدكتور بتاعها ابنها مش هتلاقي. فدي مشكله، مش هقول لك انها يعني انا مش هدافع عن المكان، لا ده بالفعل دي بتتكرر عندي. طيب يبقى لا يبقى لو كده يا جماعه يبقى الناس دي عايشه في الصحراء يا جماعه، يبقى الناس دي لو حد اصيب هيموت. لو حد خليني اقول ان انا دايما بناشد بالموضوع ده. حل الفرافره معروف زي ما سياده الرئيس قال، دي مع الواحات الاثنين يعملوا محافظه، لان الواحات البحريه حضرتك لو تعرف في الجيزه على بعد ما لا يزيد عن 400 500 كيلو من الجيزه نفسها. خدت بال حضرتك؟ وهي بينها وبين الفرافره 200 كيلو. يوم ما تبقى محافظه يبقى لها كوادر طبيه، يبقى لها حساسها من كل حاجه. بس هنرجع لعدد السكان، هم فعلا قله موجوده في الصحراء. فعلشان نقول ان الفرافره واعده وهي دي الامل وهي دي اللي هتبقى سله غذاء لا محتاجه انها يتبص لها بصه ثانيه ويبقى لها الكوادر الخاصه بيها من كل التخصصات. حضرتك النهارده لما باجي اقول للدكتور تعالى روح ما بيرضاش. سله غذاء ايه؟ انا شايفها سله موت كده بالشكل اللي انا بسمعه ده. لا يا فندم، لا مش للدرجه دي. يعني احنا النهارده لا يا دكتوره، المستشفى مهجوره. ده الولاده اللي هي العمليه الطبيعيه، الولاده خليني اللي هي اساس الحياه العمليه الطبيعيه. عليك يا وائل، رحلة المعاناة اللي أنا استمعت إليها دي لا ده رحلة موت. يعني أنا لو من المولود ما طلعش، لا يطلع وهو اللي يرفض يقول لك لا أنا يا جماعة رجعوني تاني. تمام، أنا مش هراجع المواطن في اللي قاله، بس خليني أتفق مع حضرتك. هو راح الساعة واحدة إلا ثلث صباح إمبارح، والحالة ولدت 12 ونص تاني يوم، وده الكلام اللي اتقال. الحالة مش هتولد دلوقتي. هو قال لك بتتمرمغ و طبعا هو المفترض كلنا عارفين يعني زي ما بيقولوا بيسموها حرب الصبايا، فدايما لازم هتكون بتتوجع ولازم هتكون بتتالم، وحضرتك عارف علشان انا اولد. يعني حتى لما راحت مستشفى الداخله الدكتوره بصت عليها، لا مش ميعاد ولادتها، هي الساعه 7 شافتها يبقى هي ولادتها. لا خلينا بس يا دكتوره، انت حضرتك قلتي المستشفى لا هي لا مجهزه ولا فيها اطباء، خلينا احط ايدي على هتشتغل كمستشفى عام. طيب خلينا اقول، يبقى انت حاطط لا فيها اطباء ولا هي مجهزه. مش هقعد بقى اقول اصل زي ما قلت حضرتك عليه،
يعني الحالة دي حالة ولادة، يعني ما ينفعش التعامل مع الـ مع الـ مع الأسرة بهذا الشكل، يعني ده ناس حالة موت بطيء، وبعدين أوديهم مستشفى تانية على بعد 300 كيلو تمام، ولا تطلع عربية إسعاف بطبيب؟ هي عربية الإسعاف بتطلع فيهم بإقرار من المستشفى إن ما فيش دكتور يطلع معاه، لأن هو الدكتور الوحيد، وممكن تجيله حالة تانية طارئة بنزيف أو ما يقدرش يطلع معاه. طب يبقى ما عندناش منظومة صحية، يبقى أنا هنا بتعامل مع الناس يا جماعة إنه الصحة دي هي آخر أولوياتي، موته. لو اتكلمنا على إطلاقها يعني، ولا بنتكلم على لا باللي أنا شايف حضرتك بتقولي، ما عشان لو جات له حالة تانية، ما هو طبيعي ممكن يبقى فيه خمس حالات وممكن يبقى فيه اربع حالات. انا بتكلم على الدكتور الوحيد المتاح في المستشفى، فانا النهارده ما عنديش حد بيقبي، يعني انا ما بعرفش اجيب دكاتره هناك. طيب يا جماعه اللي احنا بنسمعه ده، انا ما بحملش حضرتك المسؤوليه، لكن الدوله تتحمل هذه المسؤوليه بمؤسساتها المختلفه. والله فضيحه وعار انه يبقى فيه مستشفى فيها طبيب واحد ومفيش فيها امكانيات، وحتى الولادة العملية الطبيعية لا تستطيع أن تتمها بشكل جيد. وأعضاء مجلس الشعب بقى عن الواد الجديد بيعملوا إيه؟ وإيه قيمتهم ولا أهميتهم؟ إذا ما قعدتش كده وقلت أنا مش نايم إلا لما يبقى فيه هنا يا أخي، حتى لو أطباء وهتدفع أجورهم من هتلم أي، تعالوا بأسعار بمرتبات أعلى وأضعاف، وأحاول إن أنا أضمن إزاي إن يبقى فيه عندي أطباء، أو الدولة تبقى مهمومة بده. أنا مش شايف حد مهموم خالص يا دكتورة، ولا إنه يحاول يجد بدائل لهذه المأساة. مستشفى بطبيب واحد وطبيب ما عندوش إمكانيات، والمستشفى ما فيش فيها إمكانيات ومش متخصص، وعملية الولادة تتحول إلى عملية موت.